السابعة مساء هنا من الحياة فاهمة، أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. قضية المطار، أحكام بالسجن ضد نواب من ائتلاف الكرامة. رسميا الإعلان عن تأسيس الجامعة التونسية الموروث الغذائية. المرسى الإتاح بشبكة مختصة في تهريب وترويج المخدرات. وزير السياحة يستقبل رجل الأعمال التونسي المقيم بروسيا مهدي الدوسة. مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة يؤكد بأنه من المرجح توفر الكميات اللازمة من المنتوجات الفلاحية خلال شهر رمضان. وخلال لقائه بالرئيس الفلسطيني، مستشار الأمن الأمريكي يجدد دعمه لحل الدولتين ويدعو لتهدئة التوترات بالضفة. إلى تفاصيل النشرة، حيث أفادت المحامية إناس الحراث على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية قد قضت في جلسة اليوم الجمعة فيما يعرف بقضية المطار الذي أحيل فيها قيادات ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومحمد العفاس وعبد اللطيف العلوي والمحامي مهدي زجروبة. سيف الدين مخلوف سنة وشهرًا مع النفاذ العاجل، مهدي زجروبة 11 شهر مع النفاذ العاجل وخمس سنوات حرمان ممارسة المحاماة. نضال السعودي 7 أشهر سجن، ماهر زيد 5 أشهر مع النفاذ العاجل، محمد العفاس 5 أشهر، وعبد اللطيف العلوي عدم سماع الدعوى. أكد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في تصريح لمراسل حياة فام بالمونستير تواصل أزمة الحليب والخسائر التي يتكبدها الفلاح منذ أكثر من سنة ونصف بسبب ارتفاع كلفة الأعلاف، مشيرا إلى أن المنظمة الفلاحية قد قدمت جملة من الحلول للخروج من هذه الأزمة سواء خلال لقائها برئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، وذلك بالترفيع في أسعار الحليب على مستوى الإنتاج وإقرار دعم استثنائي للأعلاف بهدف دعم المنظومة واستئناف النسق العادي الإنتاج في أقرب وقت ممكن. ودعا أنيس خرباش على هامش إشرافه اليوم على المؤتمر الانتخابي للاتحاد الجهوي للفلاحين بالمونستير، دعا مصالح الرقابة بوزارة التجارة إلى ضرورة تكثيف الحملات على نقاط بيع اللحوم الحمراء بهدف إيقاف نزيف ارتفاع الأسعار غير المبرر وتفاديا لتواصل الارتفاع خلال شهر رمضان المعظم. ورجح خرباش توفر الكميات اللازمة من المنتوجات الفلاحية خلال شهر رمضان وخاصة منها الخضار الورقية إذ كانت التساقطات بالمستوى المطلوب، موضحا وجود وفرة في هذا الإنتاج خاصة بالنسبة لمادتي الطماطم والفلفل مع تسجيل نقص بسيط في مادتي البصل والبطاطا. عقدت الجامعة التونسية الموروث الثقافي أو الغذائية اليوم الجمعة 20 من جانفي الجاري ندوة صحفية لتقديم الجامعة وأهدافها، حيث أكد فؤاد بوجام رئيس الجامعة التونسية الموروث الغذائي لمراسل حياة فام بالجهة وسام القرقني بأن تأسيس هذه الهيكل قد تم التفكير فيه منذ 3 سنوات، واليوم هو يوم احتفالي لتتويج تلك الفكرة والإعلان رسميا عن الجامعة التي سيكون من ضمن أهدافها الرئيسية المحافظة على موروثنا الغذائي وتثمينه وإبرازه وتقديمه وتسويقه في الخارج ليتعرف العالم على ما تزخر به تونس من موروث غذائي كبير. كما أوضح محدثنا بأن الإعلام سيكون شريكا لإنجاح دور الجامعة في إبراز أو في إبراز هذا الموروث، وأكد بأنه سيتم تنظيم مائدة إفطار كبيرة في أحدى سهرات شهر رمضان بفضاء المسرح الأثري بالجمة، وسيتم توجيه الدعوة فيها للسفراء المعتمدين بتونس كذلك مديري النزل ومديري المطاعم والصحفيين لتكون بذلك بداية انطلاق العمل الميداني للجامعة. استقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة نائبه مهر جديدي وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوف الهريخة اليوم الجمعة بمقر الهيئة، وفدا يضم عددا من مراسلي وسائل الإعلام الدولية ممثلين في الجامعة التونسية المراسلين الأجانب. وتم خلال هذا اللقاء الذي جاء بطلب من الجمعية المذكورة الاستماع إلى استفسارات واقتراحات أعضاء الوفد حول الإجراءات الخاصة بتغطية الانتخابات وإعداد التقارير الإعلامية من قبل المراسلين الدوليين حول مختلف الأنشطة الخاصة بالدورة لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والاستعدادات التي تقوم بها الهيئة لتنظيم هذا الموعد الانتخابي. أكدت وزارة النقل وجود إمكانية تسجيل اضطرابات في بعض مواعيد سفارات الشركة الجديدة للنقل بقرقنة التي تربط بين صفاقس وجزيرة قرقنة اليوم الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية. وتؤمن الشركة الجديدة للنقل بقرقنة التي تمتلك أسطولا يضم 6 سفن أو ما يسمى اللود نقل المسافرين إلى جانب السيارات والشاحنات ومعدات التجهيز والدراجات النارية والعادية بين ولاية صفاقس وجزيرة قرقنة. وقد قامت الشركة بنقل 890 ألف مسافر سنة 2020 من خلال 3206
23 صفرا. ويبقى المعهد الوطني للرصد الجوي صباح الجمعة على نشرات تحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري، علما وأن البحر سيكون هائجا إلى شديد الهيجان بالشمال. استقبل وزير السياحة محمد المعز بالحسين رجل الأعمال التونسي المقيم في روسيا مهدي دوس، وتطرق اللقاء إلى سبل ترويج الوجهة التونسية بالسوق الروسية وتنظيم الدورة الثانية من التظاهرات الثقافية طريق الرسم الروسي بعد دورة مايو 22 و2000، وهي عبارة عن خط تواصل بين روسيا وتونس لعرض لوحات هذا الرسام الشهير التي يملكها مهدي أدوس وترويج لها في البلدين وجعلها مزارا لعديد السياح من مختلف بلدان العالم. وفي العالم، اجتمع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سلوفان مساء الخميس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأكد على ضرورة تهدئة التوترات في الضفة الغربية وتقوية المؤسسات الفلسطينية. وقال البيت الأبيض في بيان له بأن المستشار الأمريكي أكد خلال اللقاء على مواصلة إدارة الرئيس جون بايدن دعم حل الدولتين، وحذر من تأجيج التوتر جراء الخطوات الأحادية. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رسميا الإعلان عن تأسيس الجامعة التونسية للموروث الغذائي. المرسى الإتاحة بشبكة مختصة في تهريب وترويج المخدرات وحجز 135 صفيحة من القنب الهندية. مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة يؤكد أنه من المرجح توفر الكميات اللازمة من المنتوجات الفلاحية خلال شهر رمضان. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة. إلى اللقاء.